البنية التحتية الرقمية ببركان تعززت بملحقتين إداريتين ذكيتين، أشرف على تدشينهما عامل الإقليم السيد محمد علي حبوها رفقة مسؤولين محليين ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، وذلك بمناسبة الذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد. وتضم الملحقتان لوحات إلكترونية وحواسيب من الجيل الجديد وبوابة رقمية تمكن المرتفقين من مختلف الخدمات الإدارية. بعد التجربة الناجحة بالمحلقة الإدارية الخامسة التي باشرت عملها منذ سنة 2021 والتي كانت هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، اليوم حل دور الملحقة الإدارية الرقمية الأولى والتي ستمكن المواطن من الحصول على الوثائق في ظرف وجيز وبكل دقة بفضل نظام معلومات متطور وإجهزة من الجيل الحديث. وتروم هذه التجربة الرقمية الرائدة تحسين أداء الإدارة وجودة الخدمات المقدمة واستقبال المرتفقين والانتقال من نمط التسيير التقليدي إلى نمط التدبير الرقمي والسلس، يسمح بشكل جيد بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن انسجاما مع أهداف ميثاق الخدمات العمومية.